وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وهو تدشين نظام إصدار رخص البناء بنايات، ينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من المنامة الوكيل المساعد للخدمات البلدية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس وائل ناصر المبارك. سعادة المهندس، التطوير العمراني في مملكة البحرين شهد في الفترة الماضية نقلة في شكل الإجراءات الميسرة، ما هي أبرز أوجه نظام بنايات الذي دشنه سمو ولي العهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة لإلقاء الضوء على هذا المشروع الرائد. مشروع بنايات يأتي ضمن سياق تطوير وتسهيل الإجراءات ودعم التنمية العمرانية في مملكة البحرين. بنايات هي منظومة متكاملة لإصدار التراخيص في مملكة البحرين بناء على توجيهات ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم الرؤية الاقتصادية وعجلة التنمية في مملكة البحرين. هذا المشروع حسين يهدف بشكل أساسي إلى تسهيل وإسراع عملية إصدار الرخص من خلال إسناد عدد من المهام إلى المكاتب الهندسية المرخص لها مملكة البحرين، وأيضا من خلال نظام إلكتروني متطور يوفر كافة المعلومات والبيانات ومعالجة الاستفسارات والطلبات من المكاتب، بالإضافة إلى دليل موحد لأول مرة، دليل موحد لأنظمة البناء والتعمير يتضمن اشتراطات 14 جهة حكومية في كتيب منشور باللغتين العربية والإنجليزية ومعلن أيضا على الموقع الإلكتروني. هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مجال التنمية العمرانية في مملكة البحرين. هذا النظام يتضمن إعادة هندسة لمجموعة من الإجراءات وبشكل أساسي إعطاء القطاع الخاص دور كبير في عملية التنمية. سعادة الوكيل، يعني ما هو دور الجهات الحكومية الخدمية في نظام بنايات؟ شكرا جزيلا. ما تكلمنا أخ حسين هو طبعا رح يعطى القطاع الخاص دور كبير باعتبار المحرك الأساسي لعملية الاقتصاد. يبقى دور الجهات الحكومية في جزئيتين، جزئية موافقات في بعض الجهات مثل الصرف الصحي وهيئة الكهرباء والماء في فترة زمنية محددة لا تتجاوز 5 أيام لإصدار الرخصة مثل ما أعلن صاحب السمو الملكي حفظ الله ورعاه، ودور أيضا الجهات الحكومية فيما بعد إصدار الرخصة يسمى دور تدقيقي للتأكد من أن الرخص الصادرة هي مطابقة للاشتراطات والقوانين والقرارات المنظمة. نعم، إذن الوكيل المساعد للخدمات البلدية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس وائل المبارك، شكرا جزيلا لك.